كوندور الشركة الجزائرية المتخصصة في الإلكترونيات تخوض تجربتها الثانية في إفريقيا، فبعد نواكشوط الموريتانية العملاق الجزائري يحط الرحال بالعاصمة السنغالية داكار من خلال فتح صالة عرض لمختلف المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية. طبيعة الحال هذه قاعة رقم 2 بعد قاعة نواكشوط، اليوم رانا في داكار. هذا هو الاستراتيجية تاعنا، رايحين نكونوا نتواجدوا في كل القارة الإفريقية. احنا دائما نركزوا على التكوين، ولما لا في المستقبل القريب انتاج وضع بعض خطوط الانتاج لبعض المنتجات. عراقيل كثيرة تجابه وصول منتجات كوندور الى السوق السنغالية، ومحاولة تذليلها تحدي ترفعه الشركة تماشيا مع سياسة الدولة. حقيقة ان الوصول البضاعة للدول الإفريقية امر صعب جدا، وأحياناً يطلب وقت طويل، بحيث وصلنا إلى شهرين ونص باش توصل حاوية من الجزائر هذا إلى نواكشوط، مش إلى داكار. للأسف رانا تكلمنا يعني مع أعلى السلطات باش يتفطنوا الموضوع، باش كنا عندنا خطوط نتاع تصدير مباشرة إلى إفريقيا. عودة الجزائر إلى السوق الأفريقية عبر بوابة السنغال رهان تسعى السلطات العليا للبلاد إلى تجسيده على أرض الواقع. السنة الماضية كانت فيها يومي، كانت دي جورني إيكونومي في السنة الماضية تاع 3 أيام من 23 إلى 27 أفريل 2016. جو حوالي 90 متعامل جزائري هنا وتعرفوا بنظرائهم، فيه العديد منهم اللي راهو يجيب السلع من الجزائر لهنا، والعكس كذلك، فيه الاهتمام بالسوق الجزائرية للمتعامل الاقتصاديين. السنغال الدولة المتواجدة بالطرف الغربي من إفريقيا أضحت في السنوات الأخيرة مقصدا ومناخا خصبا للاستثمار الأجنبي، وإيجاد موطئ قدم للشركات الجزائرية بأسواقها يتطلب رفع العقبات لتصدير منتجاتها.